بسم الله والحمد لله، ربنا اهدنا سبل السلام يا حنان يا منان يا سلام. نختم مع الآية دي: ذلك جزيناهم بما كفروا. ها قالك وضح لك بالمنية، هنا ما كفرت بالنعمة وقت يا ربي أشار إليها وقالك أتقتت نعمة بلدة طيبة ورب غفور أن ديو يونيك أن ديلجون يعني باردونور الاكستريم. قال هنا ذلك جزيناهم اللي سبق هو جزاء، لأنه ربي سبحانه وتعالى يجزيك على حالتك الحقيقية، لا فايدة في السينما والتمثيل والنفاق وتظهر عكس ما تكتم، ولا نحي هذيك فك عليك، أنا عمر ما جابت لك خير لا أنت ولا غيرك، واللي ما يتعاطش بغيري سواء كان عبر التاريخ ولا اللي تو معاشرين لا خير فيه. حط في بالك بليس قضى علي من الضرب ضربة هفادة، لا تقرأ تكتب يقول الأعمى. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، يعني الجزاء ذي ما يقع إلا الكفر الفجرة، وما أكثرهم هذه الأيام شرقا وغربا. نسألك الله أن تحرسنا من هؤلاء اللئام وأن لا نتأثر بهم بل نتعظ بحالهم، والسلام علينا بالتمام والكمال.